السلام عليكم. اليوم حناخذ محاضرة الجونورية. تلاحظون هي 13 سلايد، فهي جدا سهلة. ومثل ما قلنا طريقة دراسة الانفكشوس موديول، أول شيء تقرأ يعني لهذا اللي قسم لكم المحاضرة مثلا سيفلس واحد، جونورية واحد، على مود تعرفون الطريقة مال الدراسة. إنه أول شيء تروح تقرأ المايكرو الجونورية، وراح ترجع على المديسن، لأنه مرات يكتبون بالمديسن بالمايكرو أشياء عن المديسن، والمدرسة يكون إضافة لمحاضرة المايكرو. فهاي طريقة كلش شفتها ناجحة، تقرأ المايكرو، تكمل المايكرو، وراها مباشرة تروح تقرأ محاضرة المدرسة. فجدا جدا تأثر عليك، وتقوم المواد بسرعة تكملها. دائما سووا نظرية التقسيمات، يعني مفيدة بالدراسة. حناخذ الجونورية، أكيد استعنتوا بالمايكرو. قرأت الجونورية هي جرام نيجاتيف، دبلو كوكاي، كيدني شيب، واحدة ملصوقة بالأخ، أوكي، وبها باللاي. الجونوريا، السفلس، هي الكلاميديا، هماتين هي sexually transmitted disease. بالنسبة للجونوريا والكلاميديا they are very common، خصوصا بمجتمعنا دائما common، ويعتبرن very important cause of infertility. فمثلا تجيك young age female، يعني هي حامل قبل وجاب أطفال، حتى تريد تصير pregnant بس ما تقدر تصير. ليش؟ لأنه عندها جونوريا كلاميديا، مسويت لها في مرض اسمه بلبك انفلاماتري ديزيز. هذا البلبك انفلاماتري ديزيز يروح على الفالوبيان تيوب، يعني قنوات فالوب أو أنابيبها، ويسدها. فالكلاميديا الجونوريا تعتبر very important cause of what of infertility. تمام؟ وعليه الجونورية حتاخذوها هواية جدا هواية بالنسائية كامل، وكذلك بالبولية. لأن الجونورية تسوي لك urinary tract infection. فالميال تعتبر very important cause of discharge، يعني الميال هو نفس مرض السيلان، يعني هو الميال يصير في discharge من اليوريثرا وبس. الفيميال الجونورية هم تسوي لها UTI وبس، mostly تسوي لها pelvic inflammatory disease وتسوي لها infertility. فالجونوريا يسويها بكتيريا اسمها نايزيريا جونوريا، جي سي، يسموها جونوكوكس. دائما تروح على الكولومينال ابيثيليوم الموجود باللور جينيتال تراكت، بالركتم، بالفارينكس، بالاورال سكشوال اكت، وكذلك بالايز. من واحد يسوي كونتامينيشن للفينجرز فيصير عنده الجونوريا بالايز. الترانزميشن اكيد سكشوال، فاجينال او انال او اورال. بالنسبة للجونوريا يمكن تنتقل طفل مو ينولد من البيرث كانال، من الفجاينة، والمية بيها جونوريا راح تنتقل للطفل ويسوي له انفكشن، يسوي له كونجكتيفيتس. هاي الكونجكتيفيتس يسموها جونوكوكال أوفثالميا نيونيتارا، هو النيونيت. ها إن شاء الله معلومة تاخذوها بالبي اتش سي. النيونيت هو الطفل اللي عمره أقل من شهر، الإنفانت هو الطفل اللي عمره أقل من سنة، التودلر تقريبا 4 يعني حتى 3 سنين أو 5 سنين، وراها يدخل سكول ايج، وراها ادوليسنت، وراها يعني ادولف. فهو نيونيتم يعني نيونيت تو مولود، الجونوكوكس تسوي له جونوكوكا اوبثالميا نيونيتارا، presented as a virulent conjunctivitis، يعني virulent discharge from conjunctiva and edema of the eyelids. هاي السوالف. تمام. Infection of children beyond the neonatal period، إلى طفل يعني عمره فوق السنة عنده gonococcus راح نشك في sexual abuse. The clinical feature هي على الميل وعلى الفيميل، لازم تخلون بالكم إنه ال clinical presentation تكون بالميل أكثر من الفيميل. حتى كاتب لك 80% من الومن are asymptomatic، لذلك هي فجأة تكتشف إنه عندها gonococcus من تحاول تصير pregnant وماكو pregnancy، تحلل تلقى بيها جونوكوكس. بينما الميل لا، أكثر شيء يكون سيمبتوماتيك. في الكلينيكال فيتشر هي 2 to 10 days. في الكلينيكال برزنتيشن هي يجي على شكل يوريثرايتس، يعني يجي الميل suffering from dysuria، urethral discharge، variolent to pus، وهالسوالف. وعو examination show mucoperiolent or variolent urethral discharge. rectal infection هم ممكن يكون asymptomatic أو ممكن يسوي rectal discharge أو rectal bleeding. دائما يسوون فتحات اسمه بروكتوسكوبي. بروكتوسكوبي أنا لقيت له صورة بس نسيت أضيفها.
هاي معلومات عامة تفيدكم بالمستقبل. بروكتوسكوب هو الاسم، السكوبي هو جهاز يستعملوه. هو جهاز يستعملوه حتى يسوون examination للركتام. هو الركتام باللغة اللاتينية هو بروكتو، وسكوبي يعني رؤية فسموه بروكتوسكوبي. تمام، هذا هو جهاز يخلوه يشوف لك شوية من الركتام وشوية من السيجموت كولون. فمن يدخلون هذا الجهاز بالأنس يعني راح يشوفون إنه الميوكوزا بها علامات الانفلاميشن، اللي هي شنية؟ هي ردنس. باعوا rectal infection is usually asymptomatic but may present with discomfort, discharge or rectal bleeding. هاي يقول لك بروكتوسكوبي راح يصير لك abnormality بالميوكوزا، تطلع لك على شكل inflamed rectal mucosa، يعني الميوكوزا تكون رد لونها أحمر وبها sign of inflammation. In women, urethra, parietal gland ممكن تكون infected. الركتم هم وقتين يعتبر infection، بس عرفوا انه 80% من الومن تكون asymptomatic. محتمال يسوي لها vaginal discharge، هو يكريك differential diagnosis of discharge. اوكي وخلوها ببالكم انه الجونوكوكس ما تجي وحدها، حالة حال بقية السكشوال ترانسميتد ديزيز. تذكرون من واحد عنده سيفلس افكر احتمال ويا جونوريا، افكر ويا الكلاميديا، افكر ويا اتش اي في، هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، لانه يجن على شكل باكج. فالفيميل اللي لقيت عندها جونوكوكس حتفكر انه فيها احتمال كلاميديا، دائما صديقتها تروكومونات فاجيناليس، كانديديا، اتش اي في، هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، سيفلس. فلازم تسوي لها فول انفستيجيشنز. احتمال جونوكوكس يسوي ابدومينال بين، ديسبارونيا يعني بين فول بين ديورينج سيكشوال انتركورس، انترمنسوال بليدنج. اوكي هي الجونوريا تسوي لك بلبك انفلاماتوري ديزيز، فيها اعراض البلبك انفلاماتوري ديزيز، انترمنسوال بليدنج، ديسبارونيا، ابدومينال بين. هاي كلها شغلات تاخذوها بالنسائي. فالانجيال جونوريا از اسمبتوماتيك، جونوكوكس conjunctivitis هما تنصر بالأدولت، تجي على شكل virulent eye discharge، inflammation of conjunctiva، edema of the eyelid. ومثل ما قلنا الكونوكوكس حتى ما تروح على eyelid my baby يساوي ophthalmia neonatorum. DIC أقصد disseminated gonococcal infection، مرات هاي الجونوكوكس يدخل داخل البلاد يسوي لك septicemia و sepsis، فهاي تعتبر emergency. مو تدخل البلاد راح يسوي لك يوريثراتيس، راح يسوي لك حتى اندوكارداتيس، فهاي emergency. investigation هي الحلو بالجونوكوكس انه ما بيها سيرولوجيكال investigation، الفحص مالتها كل سهل، تاخذ سامبل يعني تاخذ مثلا عينه من البص وتصبغه جوا الميكروسكوب تطلع لك هاي الاشياء، جرام نيجاتيف ديبلوكوكال، جرام نيجاتيف ديبلوكوكال ما بي سين الميكروسكوبي اوف سمير. ك شو اسمه ك سيرولوجيكال انفستيجيشن ماكو. اوكي ويقول لك فرنجل سمير هي كل صعبه، واذا اخذت فرنجل سمير ما تقدر تبحث جوا الميكروسكوب باعتبار الفرنكس مليانه ملي جرام نيجاتيف، فاذا اخذت فرنجل سمير لازم تبحثها بكلتشر او اس دي ان اي ستادي. العلاج مال جونوكوكس والسيفلس الحمد لله ما يستجابون للبنسلين، بس يعني يستجابون للبنسلين وادويته. لو حاليا يستعملون انتراموسكولار انجكشن اوكسيتراكسون. تمام اكيد هو الاس تي دي، فانت حرام عليك تعالج بس المريض، لازم تسوي سكرينينج للبارتنر. شوفوا بارتنر او بيشنت وذ جونوريا شود بي سين از سون از بوسيبل. بدل سبب العراق هو رجال بي جونوكوكس وعالج نفسه ها، بس مرته عداها ومرته يعني حيدمر حياته، لان راح يصير بها بي او دي وراح يصير بها انفرتيليتي، وروح بكل بساطة يروح يتزوج عليها. فأنت هذا المريض يعني مستر حرام، لازم تقول للزوج تعلم وتبحث نفسها وتعالجون سوا، لأنه بيها هواي كومبليكيشن. شوفوا delay in treatment may lead to acute prostatitis, epididymitis or carditis يعني inflammation of testes, gland abscess, BID, BID, bulbic inflammatory disease. هذا أهم كومبليكيشن BID، دائما يستوي الكلاميديا والجونوريا، بي اي دي بلفيك انفلاماتوري ديزيز، احتمال ينتهي بانفرتيليتي يعني عقب او اكتوبيك بريجنسي. تمام
وهاي همتين، إذا واحدة عندكم بلوكيج انفكشن تريد تريكسون، تريد تريكسون أو ستريبتومايسين، بالبريكنسي تريد تريد تريكسون، فرنجل جونري همتين كلها تريد تريكسون. تمام؟ هاي كلش كلش سهلة. أوكي، ثانك يو.